مثلما تقاربه تراه، فهو يبدو تارة كحصان متداخل مع ظله، وتارة أخرى يبدو بحيرة تتكئ على عود جاف أو حتى مدرج يطفو في فراغ الماء. إنها احتمالات عدة لمبنى واحد في الدرعية. نردد كثيراً جملة عمل يربط الماضي بالمستقبل حتى أصبحت جملة لمن لا جملة له، لكن مبنى محافظة الدرعية صنع استناداً إلى هذه العبارة ونفذ على أساسها. إذن أنا أمام مبنى محافظة الدرعية الذي حفر أساساته للماضي وشيد جدرانه المستقبل. تم تصميم المبنى لينفذ في السنوات التي بدأت عام 2007 وانتهت عام 2015. زار المعماري الأردني راسم بدران قبل ذلك بسنوات ليقدم مشروعه الذي عرف بتطوير بوجيري، وكان مشروعاً ضخماً محاطاً بالنخيل الذي هو من المعالم الأساسية لشخصية الدرعية. في عناصر المشروع المتعددة، المبنى والمسجد والمسارات وغيرها من الأماكن، صنع المعمار بيئة من الضوء والظل تتغير بتغير حركة الشمس وبتعاقب الليل والنهار، ليضع الزمن في عمق النسيج الداخلي لوظيفة المبنى، ويذكر دون ادعاء بالماضي الذي أراده أن يكون حاضراً باستمرار. المبنى الذي أقف أمامه الآن تطور من مستطيلين بسيطين متشابكين إلى مبنى خارج من عمق الأرض يحيط به جدار. استفاد المعماري راسم بدران كثيراً من اقترابه الشديد من الثقافة السعودية بأزمنتها وتحولاتها المختلفة، فلم يأتي ومعه جدار بينه وبين البيئة المحلية، وهو جدار صاحب الكثير من المعماريين البعيدين عن المنطقة، فأتى مبنى المحافظة وكأنه خارج من زمن سعودي بلا رتوش. على مساحة المشروع الذي يمتد من مبنى المحافظة إلى منطقة البجيري، نشر راسم بدران خطوطه وكأنها خيوط تبدأ من مكان وتنتهي بآخر، ناقلة روح التصميم ولغته. رأى المعماري راسم بدران أنه مع برودة الطقس في الدرعية التي تقع على مشارف الرياض، يتجه المتنزهون إلى الوادي الذي كان وجهتهم المفضلة.
دكتور، موقع المشروع وزارة الثقافة كتير استراتيجي مثل ما حضرتك هلأ قلت، حتى الإكستنشن الجديدة اللي هني بنوها اللي هي صارت المشروع surrounded by مطاعم، كوفي شوبس، اكتيفيتيز بتصير كتير، في صار في مثل human interactions موجودة على السايت ككامل. فأنت برأيك كيف يعني كيف هالتناغم بصير بين مشروع اللي حضرتك صممته والناس اللي هلأ صارت تجي على الموقع تزوره تقضي ساعات طويلة؟ هو الموقع أصلا كان عبارة عن موقع تنمية عمرانية لحي اسمه حي البجيري. هذا الحي قام فيه الشيخ الإمام عبد الوهاب وتلامذته، كان هم اللي يعيشوا بهذا الحي، وكان هم يتقوا مع آل سعود بن عبد العزيز لإعطاء المشورة والتداول الأفكار حول الثقافة وحول القيم الموروثة. بعدين هذا مع الوقت طبعا الحي هذا تدهور بحكم القرنطيني، فطلب منا نحن أن نعيد زيارته. فكان من ضمن الإعادة أنه ينعمل مسجد كان مصمم سابقا، وحوله يتكون زي مركز إسلامي للبحوث والدراسات الإسلامية وثم مكتبة. بعدها ربط هذا المكان بشيء اسمه بحي اسمه بالحي المجتمعي، يعني يتحول الى حي تفاعلي فيه مطاعم وفيه اماكن للحرف اليدويه وفي بعض المواقع الثانيه تحولت الى ايضا الى ابحاث ودراسات ومركز معلومات. هذا اللي حصلناه في سنه 2007 وانتهى سنه 2015، استمر 5 سنوات. كان في عده احتفالات وصار في لاول مره صار في عندك المجتمع السعودي ياتي الى هذا المكان، لان المكان هذا يتميز بأنه مناخ رائع. هي منطقة كلها عبارة عن غابات دخيل، درجة الحرارة فيها تكون 7 درجات أقل من الرياض، بالتالي كانت هي جاذب مناخي بيئي، وأيضا جانب الآن أصبح إرث لدولة نشأت الدولة السعودية. دكتور راسم، كيف بتوصف مبنى وزارة الثقافة بالدرعية؟ يعني هذا البناء له خلفية في طريقة أسلوب التعامل معه كتصميم، لأن الموقع موقع تاريخي. موقع هذا موقع البناء هو مقابل حي الطريف، نشأت فيه آل سعود بن عبد العزيز اللي أسس المملكة السعودية. هناك ولده، كانت هذه عبارة عن يعني منطقة إلها 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 قيمة كبيرة لنشر الدولة السعودية، وتحولت الآن إلى متحف حي، هي وثقت من ضمن التراث العالمي، أكبر 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 حي طيني في العالم، يتحول إلى 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 متحف حي سياسي. مشروع اللي نحن بصدده الآن هو مقابل هذا الحي. حتى لا أزعج هذا الحي، كان لازم علي أن المبنى نفسه يعني يغطس بالأرض ويتحول إلى سطح مائل، بحيث يتحول زي مسرح للحي نفسه. هذه كانت نقطة جاذبة لمنطقة الدرعية، أو ذات هو في حي اسمه حي البجيري. فكانت هذا أول بناء في العالم العربي سطحه يصبح هو مسرح لحدث أمامه مهم جدا، هو الإرث السياسي الاجتماعي لنشأة الدولة السعودية. منذ وضعه لأول خطوط التصميم عمل بدران في إطار يحترم التاريخ المكاني ومدنية المبنى،
فعرف كيف يحافظ على خصوصية الموقع والطبيعة الوظيفية للمبنى كمؤسسة حكومية ذات سلطة عالية صانعة للقرار في هذا المكان تحديداً. دكتور، خلينا نحكي أكثر عن العناصر الهندسية اللي هي استخدمتها أنت بمبنى وزارة الثقافة. يعني شو اللي بيميز هذا المبنى من مواد بناء مستخدمة، من مثلاً سبيسز جوا المبنى كان لها فانكشنز معينة، بالإضافة إلى طبعاً السقف المنحني؟ هلا يعني لكون البناء اصبح جزء منه مدفون في تحت الارض والجزء الخلفي تبعه لازال قائم، وبالتالي هو شكل بوابه لحي الطريف. هذه كمان نقطه كثير مهمه، يعني بناء اخر ازدواجيه او هو بناء ثقافي متفاعل مع حاجات الجمهور وتطورات حول فهم ثقافته المحليه وحتى الثقافه العالميه، واعطاها بعد دائما معاصر محلي بالذات. انه هذا المكان اصبح هو مدخل حتى احتفالي لي حي الطريف من جهه، لان هذا البناء لكونه دفن في الارض كان يجب ان اوجد داخله احواج اثنيه داخليه تعطي اناره للمكاتب. فانا كاني انا عم برسم مخطط لمدينه عربيه لحي عربي مع ازقته ومع اثنيته، والسطح كان هو العنصر السكني. يعني انا هون اوجدت نموذج اخر لاسطح نجد اللي دام تستعمل لسكان البيوت لانه الجو بيكون حار جدا، بالتالي بيستعملوا السطح للنوم بالليل. أنا استعملت سطح هذا يصبح هو سطح احتفالي، وذلك أنا اعتبرته فعلاً له علاقة مع البيئة الصحراوية أنا موجودة. دكتور، نحن لما زرنا منطقة الدرعية طبعا انت لك مشروعين هناك، مشروع وزارة الثقافة ومبنى المحافظة، فانت كبيرسونلي شعورك الشخصي كيف توصف هالشي هلأ بعد ما تصمموا وتعمروا وكتير صار في اجر سياحية، صار في تقدير كتير، يعني في انتر اكشن؟ يعني هو يمكن هو بيضع حتى للدرعية بيطلع زي بيعطيها نوع من أنواع علامات التفكر حول كيف تنشئي عمران في هذا الحي في هذه البيئة. يعني هي عبارة عن بعد اسميها تذهب إلى الطبيعة وتتأمل من أنت وأين أنت وتخرج من بيئة المدينة المكتظة. هدف الدرعية أن تكون لها هذه الرسالة الإنسانية التي يعني توثق علاقة الإنسان مع وطنه كسعودي. بحس أنا كسعودي إنه أنا هنا، أنا عبرت عن نفسي وأصبح لي علامة، أصبح لي التعبير أمام الموزيك الثقافي العالمي. لأنه إحنا للأسف نتبنى ثقافة أخرى ونقول نحن بنينا، لم نبني هنا، صار في بداية. هذا الهدف من هذا المنتج، وهي بداية، هي رسالة تعطي للآخر أيضا كيف يعني لا ينقل بس على الأقل يفكر لماذا عملت هذه الأعمال. لأنه عملت لأجل أن أهتم بالمحيط. أنا لا أريد أن أوجد أيقونة. أنا في مركز في وزارة الثقافة حاولت أحترم المكان ورحب بها بكل ما تعنيه الكلمة من المعالي. هذا الترحاب من خلال هذا التعبير اللي ظهر في هذا البناء. المعماري بدران السقف المنحدر الموجه نحو القبلة والأعمدة تمثيلاً بجذوع النخل التي كانت تستخدم في المسجد النبوي، وأيضاً الممر ليعيد صياغة رموز دينية أراد لها أن تعبر عن هوية المكان. بتحس أنه الرسالة تبعك وصلت ورسالة المبنى وصلت؟ وصلت لأنه دائما كنت أعرف
سمعت من خادم الحرمين الشريفين لما كان يأتي أي زوار في الدرعية يقولهم اذهبوا إلى هذا البناء واصعدوا حتى ترون قرية الصريف، وهدفه أنه هذا البناء هو عبارة عن مسرح، حتى في بعض الناس يعني يستقون عليه ويحاولوا أن 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 يعني كيف أن يصل إلى مرحلة التأمل حول كيف أن هذا المكان أعطى لهذه الفضاء التاريخي الذي مر بعدة حقبات وعدة تجارب وعدة يعني تحولات أعطى معنى يستطيع الإنسان الذي يتلقاه من غير أن يقرأ كتاب أن يفهم كيف نشأت الدولة السعودية. هذه النقطة أنا اعتبرتها مهمة، هو ليس لأجل أنه أقول دراسة بدل عمل هذا البناء، أنا بعيد كل بعد عن ما يسمى الفكر الأيقوني، أنا أعطي وأعطي للمتلقي وطن له، مكان يحس أنه هذا وطنه، هذا مكانه، هذا هو يعني كشخصية، لأنه إحنا عايشين في مدن الأنا غير واضح فيها. كما هو الحال في المدينة السعودية القديمة، يسير الناس في المبنى ليكتشفوا مساحاته المختلفة وهم بشعور الوقوف أمام سلطة مهيبة تدعو إلى احترام الداخل إليها، احترام بلا قيود. هو مبنى وزارة الثقافة الذي جسد عمارة تتقاطع فيها وظائف متعددة ونجح في إيجاد حلول معمارية معاصرة لكل وظيفة. إلى اللقاء.